اهلا بيكم يا جماعه. مش عارفه صوتي واضح ولا لا عشان بتكلم وانا بره. بما ان احنا النهارده في عيد الحب، هابي فالنتاين تو ايفري ون. اتمنى لكم ان شاء الله باذن الله عيد حب سعيد عليكم كلكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل ايامنا كلها سعاده وفرح وحب وموده ورحمه واحتواء وحنيه. انا بحس ان الحب ايكوال اهتمام واحتواء وحنيه. كل واحد هيقول لي وانتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي بيمثل لكم ايه الحب. النهارده قررت ان احنا نتكلم عن مين هم الابراج الاكثر ثباتا في الحب. يعني الابراج دي مشاعرها ما بتتغيرش بسرعه، يعني لما بيحبوا حد بيفضلوا صبورين معاه، بتبقى علاقه طويله المدى الى ان تحدث يعني كارثه مع الشخص ده اللي ممكن تخليهم يسيبوه. هم مش متغيرين بسهوله، مش مزاجيين، يعني بيغيروش مزاجهم بسرعه. يعني في ابراج مثلا ممكن يكونوا موديين، بيزهقوا بسرعه مع الشخص من الشخص اللي هم معاه ويبداوا يفكروا في حد تاني. الابراج اللي انا هقولهم النهارده في ابراج عندها ثبات في الحب، ولما بيحبوا حد بيفضلوا معاه فتره طويله وبيبقوا صعب ان هم يسيبوه، مش بيتخلوا عن اي حد بيحبوه بسهوله، وبيكونوا اكثر صبرا في العلاقات. يعني في العلاقات العاطفيه وفي الحب بيكونوا صبورين اكتر من ابراج اخرى. بيحبوا انت تخنتي كده ليه يا جماعه؟ والله لابسه كراهات بس. طيب عايزاكم تتوقعوا مين هم الابراج الصبوره في الحب واللي عندهم علاقاتهم طويله المدى واللي يعني عندهم ثبات عاطفي. احنا هنقول النهارده 5 ابراج هم التوب، وبعدين هقول التوب 3. التوب 3 دول هيبقوا اعلى الثلاثه، اوكي؟ طيب من اكتر الابراج اللي عندهم ثبات في الحب برج الجدي. برج الجدي من الابراج اصلا اللي هو صعب يحب، يعني مش بيحب سهوله، فبالتالي لما بيحب حد بيبقى هو مستقر نفسيا عليه. وكمان في بوينت تانية ان برج الجدي من الابراج العملية جدا، وهي بيهتمش قوي بالحب ومش عاطفي جدا، هو عملي شوية، فبالتالي هو اكتر الفوكس بتاعه او التركيز بتاعه بيكون على الشغل والعمل والنجاحات والطموح. فهو بالنسبة له الحب ان هو بيدور على الشخص المناسب، ممكن يفضل فترة كبيرة جدا عما يلاقيه. يعني برج الجدي مش من الابراج اللي بترتبط بسهوله او بتلاقي الارتباط او بتلاقي الحب بسهوله، بس وانس ان هم لقوا الحب ده ما بيبقوش عايزين يسيبوا بقى. يعني هم خلاص عايزين استقرار عاطفي علشان يركزوا في مستقبلهم ويركزوا في نجاحاتهم ويركزوا في طموحاتهم. فبرج الجدي is one of the horoscopes اللي عنده ثبات عاطفي ومش سهل يسيب، وبيبقى مش عايز علاقه طويله المدى الى اكبر حد. نيجي بعد كده عندنا تاني برج هنتكلم عنه، ومن الابراج الاكتر ثبات عاطفي برضو، مش من الابراج اللي سهل تسيب خالص، ومش من الابراج المتغيره في الحب. هيجي عندنا برج السرطان المائي. برج السرطان المائي هو اصلا عنده ايشوز بالسكيورتي في العلاقات، يعني هو دايما بيدور على العلاقات المستقره، العلاقات اللي فيها امان، لان هو عنصر السكيورتي وعنصر الامان عنده في اي علاقه حب هو عنصر مهم جدا. فبالتالي عمره ما هيدخل اصلا علاقه الا ما بيحس بالامان والحب والثقه في الشخص اللي هو بيحبه. سرطان شكاك جدا، فبالتالي لما بيختار حد بيبقى عايز يكمل معاه الى ما لا نهايه، مش عايز يسيبه. السرطان من الابراج كمان اللي بيحب العيله، بيحب الفاميلي، بيحب الاستقرار، بيحب الهدوء، ما بيحبش التغيير كتير، مع انه مائي، بس هو اكتر برج مش بيحب التغيير كتير ومستقر في الحب ومش سهل يسيب، ومش سهل يعني مش سهل عنده ستابيليتي في الحب، ومش وصبور جدا جدا كمان على فكره السرطان مع الشخص اللي بيحبه. والسرطان كمان يمكن هو غير الجدي، السرطان شخص رومانسي، فلما بيحب حد بيبقى مالي، يعني بيبقى الحب هو اصلا بيستمد طاقته من الشخص اللي هو بيحبه. فالسرطان من الابراج اللي انت لو ارتبطت بيها اعرف ان هو بقى عايز يكمل العلاقه دي فوريفر اند ايفر، مش عايز يسيبك، ودايما هيبقى بيحاول ان هو يحل اي مشاكل عشان يبقى عايش حياه مستقره وحياه هاديه. طيب ثالث برج من الابراج الاكثر استقرارا، الابراج اللي بتحب العلاقات الثابته ما بيحبوش التغيير في العلاقات، هيجي عندنا برج الثور. برج الثور من اكتر الابراج اللي عندها ثبات، يعني هما ثابتين، انت ممكن تسيبهم سنين وسنين وسنين وتلاقيهم مش بيغيروا الروتين بتاعهم، هما سيستماتيك شويه، مش روتينيين، بس هما بيحبوا الستايل اوف ذير لايف يكون فيه ثبات، ما بيحبوش تغيير كتير اطلاقا، هما ما بيحبوش تغيير اصلا، ما بيحبوش حد يغير في شخصيتهم ولا هما يغيروا في حد. فهما برضو من الابراج اللي صعب تحب، يعني هما مش من الابراج الحبيبه بقى اللي كل شويه تطلع من علاقه تدخل في علاقه تطلع من علاقه تدخل في علاقه خالص. هو السرطان من الابراج اللي بيحب
الاستابيليتي في العلاقات وما بيحبش التغيير الكتير، ولما بيحب حد بيبقى هو ده. والتور من اكتر الابراج اللي هقول مخلصه، فلما هيحب حد هيبقى فول ديديكيتد ليه، هيكون مخلص جدا ليه، هيبقى سهل صعب جدا ان هو يسيبه. والتور شخص صبور جدا جدا، يعني من اكتر الابراج الصبوره، فلما بيبقى عنده حد بيبقى دايما ايه بيحذره، يعني هو صبور بيصبر عليه وده يقول له انا ما بحبش كذا انا بحب كذا، فبيدي فرص كتير برج التور مع الشخص اللي معاه، وده بيخلي مده العلاقه تكون اطول او مده العلاقه العاطفيه دي تكون اكبر. التور من الابراج اللي صعب تسيب الحد اللي هي بتحبه وصعب تتخلى عنه، لما بيبقى عنده حد مش بيبقى شايف حد تاني، يعني التور لما مرتبط بحد ما بيبقاش شايف حد تاني غير الشخص اللي قدامه، هيحاول يقومه، هيحاول يعني مثلا لو في حاجه مضايقاه هتلاقيه هيحاول يغيره، هيحاول يساعده، هيحاول يفهمه، اما ان هو سهل يسيب استحاله، وبيحب العلاقات طويله المدى. ولو انت مرتبط ببرج التور اعرف ان انت معاك شخص مخلص جدا، ومعاك شخص بيعشق العلاقات المستقره، العلاقات اللي فيها امان وفيها ثقه، لان برضو التور مش سهل يدي ثقته لحد، فلو ادالك ثقته اعرف ان انت شخص يعني مهم جدا جدا بالنسبه له. فبالنسبه له الثقه والامان والاستقرار في العلاقه دي حاجه اساسيه، ما يقدرش يفكر في حد اصلا، ما بيهتمش بالكلام ده. ولو انت مرتبط يعني او متجوز او مرتبط برج التور اعرف ان دي علاقه مدى الحياه، علاقه مدى العمر، يعني لو انت يعني هزيت استقرار التور اعرف ان انت عملت كارثه، ان هو مش بيهتم بالتفاصيل الصغيره، مش هو بيكبر دماغه، مش مثلا دراماتيك، مش بيقعد يعمل مشاكل على التفاصيل الصغنططه قوي يعني. طيب اخر برج البرج اللي قبل الاخير هقوله هو برج الدلو. برج الدلو برضو من الابراج اللي بالرغم ان هو ملول، بالرغم ان هو روتيني، وبالرغم من ان هو ما بيحبش يعني الروتين، الا ان برج الدلو من الابراج اللي صعب تحبه، فصعب ترتبط اصلا، وهو مش عاطفي ومش رومانسي، بس لما بيختار حد بيبقى اختاره بعد تفكير عميق، بعد مدة كبيرة جدا جدا. هو مش بيحب الارتباط بسهولة، يعني مش بيرتبطوا بسهولة الدلو، لانهم عنيدين جدا وصعبين الاقناع. فبالتالي لو قدرت تقنع برج الدلو ودخلت معاه علاقة اعرف ان انت حد قوي جدا، حد جامد جدا، لان الدلو ما بيحبش الارتباط وما بيحبش القيود. فلهم لما بيختار حد بيختار حد عارف ان هو ده كومباتبل معاه او متفق معاه بنسبة كبيرة جدا، وعارف ان العلاقة معاه هتستمر استمرار كتير، لان هو من النوع اللي ما بيحبش الفراق، يعني الدلو مش فراق، ما بيحبش وهو كمان شخص يعني طيب حنين جدع خدوم، فهو برضو من الابراج اللي صعب تسيبك، يعني لان هو هيختارك بصعوبه، فبالتالي هيسيبك بصعوبه. اخر برج معانا هو برج قوي جدا برضو، وبرج ثابت جدا، يعني انا ممكن اقول ان هو اوف ذا توب، يعني هو برج العذراء. برج العذراء من الابراج الصبوره جدا جدا، لان هو برج ترابي، برج روتيني، ما بيحبش تغيير كتير اصلا. برج العذراء ده لو سبته سنين وسنين هتلاقي دايره صحابه هي نفس الدايره، دايره خروجاته ودايره حياته هي نفس الدايره. فبالتالي العذراء شخص ثابت، شخص مش متغير، افكاره مش متغيره اصلا، هو بيكره التغيير زي التور زي الجدي على فكره. الابراج الترابيه كلها ما بتحبش التغيير. فبرج التور برج العذراء من الابراج اللي لو حبك اعرف برده ان هو صعب الارضاء، يعني هو مش سهل يحب حد، ومش سهل اصلا حد يقنعه، لانه يعني عنده هاي ستاندرز وعنده معايير عاليه جدا. فلو اقتنع بيك هيبقى خلاص فاهم ان انت الشخص المناسب ليه، فبالتالي خلاص بيبقى صبور جدا في علاقته معاك. هيبقى عايز يكون هيبقى عايز تبقى علاقته بيك علاقه مستقره، علاقه مدى الحياه، علاقه forever and ever، مش هيسيبك بسهوله. العذراء لما بيحب حد بيبقى full dedicated ليه، بيبقى مخلص ليه جدا جدا، بيبقى عايز يكمل حياته معاه، وهو مش سهل يطلق، مش سهل يسيب، مش سهل هيديلك 600,000 عذر، وهيديلك فرص زيه زي الطور على فكره. هيبقى هو برده بيحب الاستقرار وبيحب الثقه، فهو مش سهل يدي ثقته لحد، فبالتالي لو ادالك ثقته اعرف ان انت مصدر امان ليه، وهو ساعتها هيديك الليد بتاعه على فكره. وحتى الستات العذراء من اكتر الستات المريحه في العلاقات العاطفيه، لان هي صبوره جدا، بتدي فرص، ما بتحبش المشاكل، مش دراماتيك، هي حساسه شويه يعني. العذراء على فكره والطور حساسين شويه، الا والسرطان حساسين، الا ان هم صبورين، ودي بتشيل دي يعني.
فدول من اكتر الابراج اللي بتحب العلاقات الطويله. توب 3 هقولهم هو برج العذراء، برج الثور، وبرج السرطان. يبقى دي جاتي، يبقى دي دلو، يعني دولت الخمسه بالترتيب. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي هل انتوا فعلا من الابراج اللي بتحب، انتوا برج ايه او مرتبطين برج ايه، بتحس ان هو برج مستقر عاطفيا ولا برج متغير؟ وقولوا لي مين اكتر برج قابلتوه حسيتوا ان هو عنده استقرار عاطفي، ما بيحبش التغيير في العلاقات. هستنى الكومنتس بتاعتكم تحت، وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك. ثانك يو، بحبكم جدا، اشوفكم فيديو تاني. هابي فالنتاين. واكيد حاجه حلوه جدا يا جماعه ان انت تكون شخص مستقر عاطفيا مش متغير، يعني اكيد اكيد دي حاجه حلوه. لو حد سالني مين اكتر برج مش مستقر عاطفيا، اقول الجوزاء. يعني الجوزاء طبعا ديفينتلي، الجوزاء وقوس دول اكتر برج ما عندهمش استقرار عاطفي. ثانك يو، باي.